على حزب الكنبه يعني بيتهمونا ان احنا سبب في عدم وجود الدوله. احنا نشكل لجان ثوريه تحمي الامن على مستوى الجمهوريه الاسكندريه. اللجان الشعبيه قاموا بدورها، اللجان الشعبيه احنا اللجنه بس عشان نقولها، الاستاذ محمد الخامس محفوظ، الاستاذ بيجاد علي غباشي، الاستاذ محمود فوزي محمود دكروري، الاستاذ حسام علي حسين الدين، الاستاذه انجي علي احمد، الاستاذ عبد الناصر الجلفي، الاستاذ عزت مسعد، الاستاذ اشرف حافظ، الاستاذ اشرف عجلان، الاستاذ شريف عبد السميع. دول اللجان اللي هو مسؤوله عن اداره الانتخابات ومجلس خط الثورة والبرلمان الشعبي لجمهورية مصر العربية. اما انتخابات الرئاسة نبدأ بقى بعد ان هو نوضع دستور الشعب. اساسا اول حاجة الدستور اساس الحكم، بعدين ننتخب انتخابات رئاسة الجمهورية ثم البرلمانية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا وسعداء. و احنا سعداء جدا بوجودنا معاكم. بالعكس احنا كان عندنا في اول الزيارة، احنا بقالنا حوالي 6 ساعات هنا موجودين في القاهرة، احنا في اول الزيارة حصل عندنا احباط معين، لكن بعد الاجتماع دوت احنا بنشكركم جدا وبنقول لكم ما تقلقوش. اخر كلمة احب اقولها لكم، الثورة دايما انا بقول عليها كالطائر ابيض جميل جدا، كان قلبه في ميدان التحرير وكان ليه جناحين، جناحين كانوا بيضربوا جامد قوي عشان يعلوا بيه، جناح كان في ميدان الاربعين والجناح التاني كان في القائد ابراهيم، وقلب الثورة كان في ميدان التحرير. وشكرا. السلام عليكم.